بسم الله الرحيم. نحن الآن في فندق بان باسيفيك، نصور الغرفة من نوع بريمير سويت سنغافور، بان باسيفيك شقق بان باسيفيك سيرفيس سويت من أورشارد رود. هذه بريمير سويت. هنا طبعا صالة، أوفن موجود، ثلاجة. هي عبارة عن غرفة وصالة ولكنها مؤثثة، تأثير جيد، مستواها كويس. هنا حمام، تأثير لا بأس، مستوى كويس. الميزة هي الموقع، موقعها في منتصف شارع أرشاد وتطل كذلك على السمرسيت. هنا في غسالة، أعتقد أنه لا يوجد هنا شطاف. هنا في شاور، طبعا البانيو من مساوئ أنه مفتوح على الغرفة، لكن كما أقولون بإمكانهم أن يحطوا يعني كرتين ستائر، لكنه كل الشبك بنفس الطريقة. بس حسب ثقافة البلد. فندق بان باسيفيك أو الشقق بان باسيفيك، للعلم شارع أرشيد في فندقين باسم بان باسيفيك، هذه الشقق وفي كمان فندق. السرير، تصوير شركة المحيط للسياحة في ماليزيا مع تحيات أبو أحمد، شركة المحيط للسياحة ماليزيا. هنا طبعا مدير مبيعات.